الغالي سفير احمد ابو زيد، سافرنا في كندا. ده انت منحاز بقى. اهلا بيك سعاده سفير. منحاز للسفير احمد ابو زيد. اهلا وسهلا استاذ، اهلا بيك وحطيلي على السلامة. معلش احنا طبعا اكيد الاجواء والتوقيتات مختلفه، بس احنا كان لازم تشرفنا ونأنس برايك فيما جرى اليوم في كندا وامس في التصويت على استفتاء الدستور، وتطلعنا على يعني رؤيتك لما جرى خلال اليوم وامس. يعني هو في الحقيقه طبعا ما حدث اليوم هو استمرار لما حدث بالامس، من حيث ما نلاحظه بوضوح من حرص الجاليه المصريه في كندا على المشاركه في الاستفتاء، ليس فقط حرص كبار السن او اولياء الامور، ولكن الشباب الذي يحرص على المشاركه، الذي ياتي من جميع ربوع كندا، الذي يدرس في الجامعات الكنديه، وكله حرص على المشاركه في العمليه الانتخابيه. اليوم جاءتنا اسر من مقاطعه البرتا التي تبعد 6 ساعات بالطائره. الاسره تصل من المطار وتتصل بالسفاره وتقول انها جايه خصيصا للمشاركين الاستفتاء اليوم، رغم انها تاتي من هذا البعد. هناك ايضا الاسره التي تاتي بكامل عددها، بما في ذلك الاطفال صغار السن الذين ليسوا في سن المشاركه الانتخابيه ولكنهم حريصون على المشاركه، ويلتقطوا الصور رافعين الاعلام المصريه بجوار مدخل السفاره وامام صندوق الانتخاب. كل هذه نماذج ان دلت على شيء فانما تؤكد على ان الجاليه المصريه في كندا والجاليات المصريه في الخارج بشكل عام اصبح لديها حسا ديمقراطيا او حسا وطنيا كبيرا للغايه. نتاج طبيعي للاهتمام الذي توليه الدوله المصريه للجاليات المصريه في الخارج والتواصل معها على مدار السنوات الماضيه، الذي بدانا نبني ثماره الان بشكل واضح من حرص الجاليه على الارتباط بالوطن وعلى المشاركة السياسية وعلى متابعة التطورات التي تحدث في الوطن يوما بيوم. طيب أنا بمسي عليك أنا بدوري برضو سعادة السفير. أهلا وسهلا عمرو بيه. أهلا بيك. أهلا وسهلا سعادة السفير. يمكن يعني وأنا بتكلم مع سفيرنا في روسيا السفير إيهاب نصر، في ظروف متشابهة بين روسيا ما بين كندا، المسافات البعيدة ما بين المدن، هو بيقول لي برضو أنه يعني في شباب جم من مدن بعيدة، يعني مسافات شاسعة طبعا في روسيا، وحرصوا على الإدلاء بصوتهم في السفارة. أنتم في كندا كيف كان التواصل مع الجالية خلال الأيام الماضية، ولا سيما الطلاب اللي موجودين للدراسة؟ هو الحقيقة يعني هناك حرص من جانب السفارة المصرية في أوتوا على التواصل مع تجمعات الجالية المصرية منذ فترة طويلة، وتم تكثيف ذلك خلال الأشهر الماضية، سواء من خلال زيارات ميدانية يقوم بها السفير إلى المدن المختلفة، أو مشاركة التجمعات الطلاب المصريين بالجامعات. شاركنا مؤخرا في اللقاء السنوي أو الحفل السنوي للطلاب المصريين بجامعة أوتوا، الحفل السنوي للطلاب المصريين بجامعة كارلتون وغيرها من الجامعات، وأيضا في مونتريال. الهدف من كل هذه اللقاءات هو التأكيد على حرص السفارة على التواصل مع التجمعات المختلفة في الجامعات وفي المدن المختلفة، ليس فقط ذلك ولكن أيضا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. الحقيقة لأنه تم تطوير وسائل التواصل الاجتماعي في السفارة بهدف أن تكون يعني يكون التواصل به قدر أكبر من التفاعل، من حيث الإجابة على الاستفسارات، الشرح التطورات الجارية في الدولة، الحرص على مشاركة أبناء الجالية في الفعاليات المختلفة التي تقوم بها السفارة. كل هذا بيصب كما أشرت في إشعار المواطن وفي الخارج بأن الدولة المصرية حريصة على التواصل معه، على أيضا الاستفادة من الخبرات، لأنه مؤخرا بيتم أيضا التواصل مع الجالية بهدف تحديد التخصصات المختلفة، مناطق التميز ومجالات التميز الدراسية ومجالات التميز من حيث الخبرة في العمل
لما يمكن الاستفادة به في برامج التنمية المختلفة ومشروعات التي تتم أو يتم تنفيذها في مصر في المرحلة الحالية. وأيضا السفارة الحقيقة بتتلقى مبادرات كبيرة من جانب الجالية وعناصر كبيرة من الجالية تتمثل في مشروعات يتم اقتراحها في مصر، ويتم نقل هذه المقترحات إلى الوزارات والهيئات المختلفة في الحكومة المصرية. طيب سعادة السفير، احنا معانا من ضمن ضيوفنا طبعا الأستاذ محمد نبوي المحامي والسياسي المعروف، عاوز يقول حاجة لحضرتك. مساء الخير يا سيد سفير. أهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ أهلا اخبار حضرتك ايه؟ انا الحقيقة يعني خليني انتهز الفرصة السعيدة دي يعني عشان اشكر حضرتك قدام المصريين كلهم، لان الحقيقة احنا كنا مفتقدين حلقة التواصل بيننا وبين الجالية المصرية ودور السفارة في كندا الحقيقة. وبشكر حضرتك لأن الجهد ملحوظ جدا جدا من يوم تكليف حضرتك سفير لمصر في كندا، ويا رب دايما بالتوفيق. مفتقدين حضرتك أكيد في المشهد هنا في مصر، بس مطمنين جدا لأن الحقيقة يعني في دور برضو أسمى حضرتك بتقوم به هناك. أنا بشكرك، وبشكرك لأنك كنت أول بطاقة تصويت في الصندوق في سفارة مصر في أوتوا. اولا يعني بشكر حضرتك على المجامله، ولكن هي حقيقه ما فيش شكر على واجب، ده واجب لكل مصري في الخارج وواجب على كل بعثه دبلوماسيه. والجهد اللي بتقوم به السفاره هو استمرار لجهد سابق قام به اخرون، ولكن النقطه المهمه هنا هو فعلا ما يستحق الشكر هو المواطن المصري ابن الجاليه المصريه في الخارج الذي كل يوم نشعر منه المزيد من الارتباط بوطنه، المزيد من الحرص على التواصل مع وطنه، ومما يجعلنا نفخر بذلك. ويضاف إلى ذلك أيضا الشباب على وجه الخصوص، لأن الشباب الذين يدرسون في كندا حاليا هم شباب زي ما كان نشأت بيشير، شباب صغير السن يعني قادم إلى كندا سنتين أو ثلاثة أو أربعة، ولكنه حريص على استمرار التواصل. حضرت مؤخرا الحفل السنوي لجامعة أوتوا يونيفرسيتي، وفي هذا الحفل السنوي الشباب بدأ حفله بالنشيد الوطني وبالوقوف دقيقة حداد على شهداء الوطن، وبالتالي هذا شعور يفرح كل مصري في الخارج أن يجد أن هذا الشباب لديه هذا الحس الوطني والارتباط بدولته ومجتمعه والرغبة في تطوير مجتمعه والرغبة في العودة إلى وطنه للاستفادة مما استفاد به من دراسة ومجالات خبرة. سعادة السفير أحمد أبو زيد سفيرنا في كندا والسفير الهمام، واللي زي ما الأستاذ نبوي قال أنه أصبح هناك شكل جديد ومتابعة يومية لما يجري للمصريين في كندا، وأصبح هناك ذكر لكلمة كندا أكثر مرة في وسائل الإعلام نظرا أنه في سفير ناشط زي حضرتك. إحنا بنشكرك جدا، والى ان نلتقي ان شاء الله قريب في اوتوا باذن الله. هنلتقي قريب جدا عندك قبل ما تيجي مصر ان شاء الله. شكرا سعادة.